بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في درس من دروس في سلطرة التعليمية. النهاردة سنة هيتكلم عن إزاي نحول ملفات الباوربوينت لعرض الشرائح البي بي اس لملف باوربوينت ممكن تتعدى عليه بصيغه البي بي تي او البي بي تي اكس. بس قبل ما ابدا الدرس وابدا اي حاجه، يا ريت تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه، وكمان دوس على جرس التفعيل عشان تشوف كل جديد على قناتي قناه فيصل طارق. اهو قدامكم برنامج ملف الباوربوينت، شو زي ما انتم شايفين بصيغه البي بي اس باوربوينت سلايد شو. ازاي نحول الملف باوربوينت عادي عشان يتعدل؟ هنفتح ملف الباوربوينت شو زي ما انتم شايفين، ما ينفعش تعدل عليه. طب ازاي هنعدل عليه؟ هوريكم طريقتين، والطريقتين اسهل من بعض بدون برامج وبدون نت. اول طريقة، هنفتح ملف الباوربوينت وهندوس فايل، وهندوس على كلمة اوبن وعلى كلمة كمبيوتر، وهنختار الملف ومحطوط في ديسكتوب. اهو الملف، هندوس عليه دبل كليك، هو اوتوماتيك هيفتح الملف على الباوربوينت زي ما انتم شايفين. فتح الملف على الباوربوينت وممكن تعدل عليه. فهتبدأ تعمل فايل Save As، ونختار مكان الحفظ، هنخليه برضو في الديسكتوب، بس هنا نختار، خلي بالكم نختار الخيار الأولاني هو ده، وندوس Save. كده تقدر تعدل على ملف الباوربوينت حولناه من بي بي اس لبي بي تي اكس، تقدر تعدل عليه. تعال نشوفه، اهو الملف زي ما انتم شايفين. لو فتحنا الصيغة بتاعته هتلاقوها بي بي تي اكس، تقدر تعدل عليه. نفتحه قدامكم زي ما انتم شايفين، تقدر تعدل عليه بكل سهولة وبساطة. دي الطريقة الأولانية. الطريقة التانية أسهل وأبسط. هنيجي عند ملف الباوربوينت شو ونعمل كليك يمين، وهندوس على كلمة نيو كليك، هيفتح اوتوماتيك ملف باوربوينت يتعدل عليه. وهنعمل برضو نفس الخطوات اللي فاتت، اننا هنروح عندي فايل، سيف اس، ونختار مكان الحفظ، وهنختار اول خيار. خلي بالكم، ركزوا دايما، هنختار اول خيار وهندوس سيف. كده برضو حافظ الملف زي ما انتم شايفين. اهم الملفين اللي حفظناهم بالطريقتين، والاثنين اسهل من بعض. يا رب يكون الدرس عجبكم، ويا رب يكون استفدتم من الدرس. مع تحيات قناتي قناة فيصل طرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة ودوس على جرس التفعيل عشان تشوف كل جديد على قناتي قناة فيصل طرق.